يسعدني ان يكون معايا الفنانة الجميلة المتألقة دائما مروة عبد المنعم. بقول لك منورة الدنيا كلها يا مروة. الله يخليك، منورة بيك. ربنا يخليكي. احنا حلقتنا النهاردة عن البيزنس. علاقتك ايه بالبيزنس؟ فاشلة جدا في البيزنس. فاشلة جدا. جربتي وفشلتي؟ لا بص، انا جربت البيزنس من خلال الفن، يعني من خلال عارف طبعا المسرح ومسرح الطفل تحديدا. هو في الاول انا يعني عملت استوديو خاص ليا، بعمل فيه محاضرات، بقدي محاضرات تدريس، يعني تدريب، يعني ورش تمثيل. دي كان اول بيزنس وفشلت فيها، يعني لا مش بفشلت كممثله، المجال مش فشلت كاداره، يعني فشلت ان انا اكسب منه، لكن بقى بعمل. لكن يعني عارف الاخلاص قوي، يعني مخلصه الموضوع، مش لما بخش في حاجه فيها فن ما ببصش للربح قد ما ببقى عايزه يعني اطلع كل الطاقه اللي عندي في الفن. تاني بزنس عملته لما انتجت رابنزل، فشلت بزنس تماما، فشلت ان انا اكسب تماما، لكن نجحت في العمل الفني. يعني انا بنجح في العمل الفني، لكن كبزنس لحد دلوقتي ما كسبتش حاجه. بنتمنى ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لا كسبانه حب الناس، كسبانه شعبيه عند الاطفال تاكيد، كسبانه تجربه مهمه جدا، ومجال مهم جدا، ورساله مهمه جدا. ده اللي انا كسبته، وده عندي بالدنيا كلها. يعني الفلوس بتيجي وتروح، لكن الرساله دي بتعيش بجد. يعني بقوله كده منتشره واعتقد لسه موجوده، ان الفن ملوش امان. ملوش امان. يعني بتتفقي مع المقوله جدا 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 جدا؟ يعني ممكن في سنه مثلا تشتغلي 3 4 اعمال، وفي سيزون تاني ما فيش حاجه. انا دايما حتى لما بقول للطلبه بتوعي بقول لهم لا تثقوا، لو جات لك البطوله وجات لك الشهره وجات لك النجوميه ما تثقش فيها، لانها كذابه، هتقعد معاك شويه وهتمشي وتسيبك وهتروح لحد غيرك. فاوعى تصدق حاجه في الوسط ده، اوعى تصدق غير انك فنان وبس، واعرف يعني ما تصدقش النجوميه، لكن صدق فنك. النجوميه مش بتقعد. يعني من بداية الفن المصري شفنا فنانين أنتجوا سينما ومسرح وتلفزيون، وفريق تاني عمل بيزنس خاص، مطاعم وكافيهات زي المطعم الجميل اللي احنا فيه النهاردة. يعني فأنت مع أي فريق؟ بتشوفي إن اللي بيبعد عن الفن ده بيبقى شوية ما عندوش انتماء، ولا إيه بالظبط؟ لا مش حكاية ما عندوش انتماء، بس أنا أحب اللي بيعمل بيزنس كفنان يعمله في الفن. انا عندي موهبه وعندي ثقافتي في الحته دي، ليه ما اخدمهاش؟ لو انا معايا فلوس او انا عايزه استثمر الموضوع ده، ما استثمره في الفن واطوره واعمل. لكن انا لو انا كفنان رحت عملت الكافي، يبقى انا همني ايه؟ انا كده انا الكونسبت بتاعي بيقول ان انا بيهمني الفلوس، انا عايزه اجمع فلوسه بس، لكن مش عايزه اعمل اللي شهرته عشان يعمل ترويج للمكان بتاعه. وعايزه فلوس. لكن طب ما انا لو انا معايا فلوس، طب ما انا انتج مسرح، طب انا انتج عمل فني، طب انا اعمل فيلم قصير، طب انا يعني اخدم الفن. برافو عليكي، بحييكي الحقيقه، يعني لانه مش كتير من الفنانين الشباب عندهم الانتماء والحب ده للمهنه. الله يخليك ربنا. طب جسدتي بقى بزنس وومن على الشاشه في اي عمل من الاعمال؟ لا. تستهويك الشخصيه دي؟ ممكن تجسديها؟ طبعا، اي شخصيه جديده عليا تحب يعني، بس بجسدها في الحقيقه بقى. احب اقعد على المكتب بتاعي واعمل النضاره بقى والشنطه. جميل. اخيرا انا عارف ان عندك مشروع مسرحي جديد، مش كده؟ يا ريت ندي الساده المشاهدين فكره عنه. مش عايزه اتكلم عنه، بس انا في صدد مشروع مسرح كبير برضو مختلف عن مسرح الاسره والطفل، تراك تاني جديد برضو اول مره يتعمل في مصر، هفاجئكم بيه ان شاء الله، ويا رب يلاقي الصدى وعندي الناس كلها ويعجبكم زي ما عجبكم مسرحيات الاسره والطفل. انت عايزه تبقي ليدر في اكتر من مجال الاطفال وفي نوعية جديدة. حاجات جديده، عايز اعمل حاجات جديده، يعني عايز اعمل كل اللي ما عرفتش حد يكتشفه فيا انا اكتشفه في نفسي يعني واعمله. يعني بحييكي. واخيرا بقى لكل الجمهور اللي بيحبك في العراق من خلال شاشه الشرقيه وبرنامج هوليود الشرق، تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما بخير وبصحه وسعاده، بحبكم قوي.